رياضيا، اختارت رابطة كتاب كرة القدم في انجلترا اليوم النجم المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم خلال استفتائه للرابطة ليواصل تصدر الجوائز الفردية بعد موسم رائع في الدوري الانجليزي الممتاز. وفاز صلاح في وقت سابق بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بعدما سجل 43 هدفا في كل المسابقات، وأصبح محمد صلاح أول لاعب إفريقي ينال هذه الجائزة المهمة. وقاد صلاح فريقه ليفربول صاحب المركز الثالث إلى الدوري إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 10 سنوات، وسيلعب ليفربول مع روما في إياب قبل نهائي دوري أبطال في العاصمة الإيطالية غدا الأربعاء بعدما فاز 5-2 ذهابا على ملعب إنفيلد، حيث سجل صلاح هدفين وصنع هدفين إضافيين.